يعلن المجلس شناء الشق أنه بناء على قرار اللجنة التنفيذية يسمي يوم 22 نيسان أبريل من كل عام ذكرى خطف مطراني حلب، المطران بولس ياتجي والمطران غريغوريوس يوحنا إبراهيم، اليوم المسكون للمخطوفين والمغيبين قصدا، ويصبح هذا اليوم جزءا من رزمامة عمله، كما تصبح مكافحة هذه الظاهرة جزءا من مشاريعه في مجال التوعية والمناصرة ضمن برامج إعادة تأهيل الرأسمال الاجتماعي والكرامة الإنسانية. وتعمد فرق العمل المعنية في المجلس إلى إرساء برامج متخصصة في هذا المجال على شتى الصعد على الهيئات الكنسية والأهلية والدولية المعنية. كما سوف يعقد المجلس ندوة خاصة متخصصة حول موضوع الخطف والتغييب القسري كل عام في التاريخ نفسه. إضافة إلى ذلك سوف يطبق المجلس مشاريع بحثية حول الموضوع بالتنسيق مع الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة في الشرق الأوسط، تؤدي إلى برامج توعية ومؤتمرات عامة حول ظاهرة الخطف والتغييب القسري. بيروت في 24 نيسان أبريل 2023. شكرا لكم.